نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. في الجمعة الأخيرة من شعبان خطب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الخطبة المعروفة التي هي رسالة إلى الأجيال. الخطبة حول استقبال الشهر الكريم وآداب المسلم فيه، حول ضيافة الله عز وجل وآداب الضيافة. أولا، أن السائد عندنا من كثرة الأكل والتنوع في الأطعمة يزيد كثيرا عن مقدار الحاجة. الزيادة كلها ما إلى عازة، وأضرارها أنها تضعف تديننا وتبدأ تفصلنا عن عالم الغيب، وتفصلنا تبعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وقد ما نقول سيدي يا رسول الله ومش عم نقتدي فيه، لأنه الاقتداء بالرسول لمين صلى الله عليه وآله؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اثنين، نستنتج أن الإسراف المنهي عنه في قوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا ليس فقط رمي الطعام الزايد مثل ما بصير بولائم، ومنها ولائم شهر رمضان وعامة. الإسراف في الأكل ليس أيضا فقط في صرف مبالغ زايدة. إذا منلاحظ ببيوتنا نحن المتدينين والمشايخ، منقدر يوميا نقتطع قسم مما نصرفه، هذا جيد ما إله حاجة. المقدس الشيخ الأنصاري الشيخ مرتضى الشيخ الأعظم بتقول له زوجته بدنا مبلغ حتى نشتري شرشف نغطي فيها الفرش بجنب الغرفة، بيجي لناس وقاعدين والفرش مش مغطيين. قال له هلأ ما في، بعد مدة بلاقي شرشف مغطي الفرش. سألها منين؟ قالت له شلت شوي وفرت شوي من مبلغ اللحم من ثمن اللحم واشتريت فيه شرشف. قال له إذا ثمن اللحم زايد بترد الشرشف، ومن هلأ وبالرايح بصير ثمن اللحم ناقص هالقد، باعتبار طبعا شو لحم يعني بوقتها يمكن بالجمعة بيشتروا، يمكن بالشهر بالجمعتين مرة لحم، ومبلغ صغير مش على طريقة هلأ. هيك اليوم أهلنا ما كانوا يأكلوا لحم بهالطريقة، وصحيا أيضا مش لازم يكون الأكل بهالطريقة. والروايات تحث لا تجعلوا بطونكم مقابر للحيوانات، بس بدنا نأكل. طيب، إذا الإسراف في الأكل يشمل الأكل الزايد، بالإضافة لقصة الأكل الذي يرمى أو الصرف الزايد على الأكل. الأكل الزايد، إن واحد يأكل أكل زايد، هذا إسراف. شو معنى الأكل الزايد أو شو معنى كثرة الأكل؟ أن يزيد عن حاجة جسده. الجسد بده يظل يتمتع بصحة جيدة، ما زاد عنه بده يضع له حد. ونستنتج، وهي نقطة كتير حساسة، ما ندمنه من كثرة الأكل في الليل في شهر رمضان يتناقض مع الهدف من ضيافة الله عز وجل. يتناقض، انه نحن منصوم بالنهار، شوي اجى الليل تفلت الفلوتة
يا حرام شو صار له هذا صايم وحدنا من أمتى؟ فبده يعوض إلى أن لا يستطيع أن يتعبد ولا شيء. يعني ما ندمنه من كثرة الأكل في الليل يتناقض مع ضيافة الله عز وجل. واحد صوره أنت داعي ضيف يجي لعندك يطلع حرامي بالبيت، الله عز وجل داعينا عاد شو؟ حتى ناكل قليل ونعبد كثير. شو مبين نحن بالنهار ما أكلنا، بالليل منكثر منطلع الفرق، خصوصا هلا قصة يعني ألوان الأكل وشهر رمضان وحيثياته، وبعدين ما منتعبد. شو الضيافة هذه؟ كيف شاركنا بضيافة الله عز وجل؟ طيب، بعد ما ندمنه من كثرة الأكل في الليل، مش بس بيتناقض مع الهدف، يتنافى مع الأدب. يتنافى مع الأدب. صور أنت مثلا رايح تعزي ناس ونمت عندهم وشوفوك قاعد عم تضحك وكذا، يتنافى مع الأدب. بدك تكون بجو الضيف، الجو الذي يتناسب مع هذه الضيف. بعد نستنتج أن الربط بين قلة الأكل وكثرة العباد في شهر رمضان تصريح بأن أساس تزكية النفس يبدأ من قلة الأكل. مش واحدنا بيتحير برامج عبادية قد ما يشتغل ببرامج عبادية وهو عم بيحرص على كثرة الأكل بده يظل عطال بطال، ما بيقدر لا يتوجه ولا يصير عنده خشوع ولا روح ولا شيء، لأنه هول الأكلات بشدوا للدنيا، تعلق بالدنيا بصير تعلق بكل مفردات الأكل، حتى أحيانا نوع من المناقيش بيحبوا هيك تعلق. وخطورة جهنم أنها نتيجة هذه التعلقات الغلط، إلى حد أنه الإمام الخميني رضوان الله عليه يقول لابنه المرحوم السيد أحمد: الدنيا الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الدنيا الحرام. بتعود الشهوة بالأول بتقوى عنده بالشو؟ من خلال الأكلات الحلال، الطريقة اللي سائدة عنا، بس تمكنت الشهوة منه صار إذا عرض له حرام لا يستطيع أن يكبح جماح هذه الشهوة. فإذا الرابط بين قلة الأكل وكثرة العباد في شهر رمضان تصريح بأن أساس التزكية، أساس التحلي بمكارم الأخلاق، هو قلة الأكل وكثرة العباد. بعد هذا المفهوم، قلة الأكل وكثرة العباد، هو الذي ندخل منه إلى قسم الثاني. بدي أحكي حول موضوعين. موضوع الثاني جمال الروح. جمال الروح شو المقصود؟ شو العلاقة بين ضيافة الله عز وجل وجمال الروح؟ أصلا الهدف من ضيافة الله عز وجل هو تهذيب النفس، تزكية النفس، يعني جمال الروح. شو المقصود من جمال الروح؟ واحدنا بيعرف جمال الجسد شو، لكن جمال الروح أنه ما يكون عنده كذب، ما يكون عنده غش، ما يكون عنده خيانة، ما يكون عنده حقد، ما بيغضب، لأنه الغضب راح يجي معنا شو بينتج عنه، بحيث الروح تكون جميلة. طيب، شهر رمضان الهدف منه أن يحقق جمال الروح. خلينا أول شيء كمدخل، خلينا نقارن بين جمال الجسد وجمال الروح. منشوف تشابه طريف جدا جدا جدا. لجمال الجسد شو منحتاج؟ نحتاج قلة الأكل وكثرة الحركة. لجمال الروح بنحتاج قلة الأكل وكثرة العبادة. العبادة حرب. ليش بيقولوا الرياضة الروحية مثل الرياضة الجسدية؟ طيب، في جمال الجسد لو فرضنا واحد اعتمد قلة الأكل وكثرة الحركة لكن ما عنده ثقافة صحية، بسمم حاله بموت. يعني بده ثقافة صحة الجسد. بجمال الروح
اللي هو رجيم للروح مثل ما رجيم الجسد جمال، حتى الكمال الجمال بجمال الروح. إذا ما عنده ثقافة أخلاقية شو ما اشتغل، يعني قلة الأكل وكثرة العبادة ما بتكفي، لأنه ممكن يتعرض لأمر ويسمم حاله. إذا بالرياضة البدنية نحتاج الثقافة الصحية للبدن، بمجال الروح بالرياضة الروحية نحتاج الثقافة الأخلاقية والتدريب عليها، يعني العبادة. فإذا العبادة هي إما أن تقوم على أساس أنها توصلنا إلى النتيجة أو لا. العبادة مدخل إلى الثقافة الصحية، مش هي ثقافة صحية مثل ما قلت قبل شوي اشتباه. العبادة مدخل إلى الثقافة الصحية. شو هي الثقافة الصحية؟ الثقافة الأخلاقية. شو الدليل؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة ليست هي الهدف النهائي، مش ليعبدون، إذا هدف ليعبدون حتى يحصلوا على اليقين. اليقين هو الذي يؤمن لهم جمال الروح، يؤمن سلامة الباطن. ارجع بعيد، العبادة هي بالنسبة للرياضة الروحية لتهذيب النفس مثل كثرة الحركة بالنسبة للبدن. هاي العبادة لازم تكون قائمة على ثقافة روحية. الثقافة شو هي؟ اليقين، اليقين بالغيب، اليقين بوعود الله عز وجل، اليقين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إلى علاقة بجانب فكري، جانب ثقافي. هذا اليقين هو الذي يمكن الإنسان من الصبر، يمكنه من ترك الكذب، يمكنه من كظم الغيظ. اليقين، العبادة بتكون مقدمة لتحصيل اليقين. اليقين بخلينا نتحلى بمكارم الأخلاق. طيب، إذا تحقق اليقين ماذا يتحقق في الإنسان؟ يتحقق القلب السليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني شو؟ موقن. القلب السليم بتعريف الإمام الصادق عليه السلام هو القلب الذي ليس فيه إلا حب الله عز وجل، لا يحب غيره. ممكن واحد يقول يعني ما بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أن يحب الله عز وجل على نحو الأصالة وحده، ويحب ما يحبه الله ومن يحبه الله. فلما بيحب الرسول صلى الله عليه وآله، ليش بيحبه؟ لأنه رسول الله. إذن هذا الحب يرجع إلى حب الله عز وجل. طيب، القلب السليم يعني هون جمال الروح، القلب الذي لم يعد فيه مكان للأنا، ما في أنا وعناد وغضب وحد وإلى آخره، لا، هو عبد. إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظري، عبد لله لا يتصرف إلا بما يرضى الله عز وجل. القلب السليم هو القلب الذي بلغ مرتبة، كما في الحديث القدسي، ما قدم عبد هواي على هواه إلا، إلى آخر النص، ضمنت السماوات رزقه إلى آخره. القلب السليم هو الذي لا يتحكم فيه هواه، بل يقدم هوى الله ورضا الله عز وجل على هواه ورضاه. يعني لم يبق في القلب السليم مكان لعبادة الهوى. رأيت من اتخذ إلهه هواه، ما عاش في عنده مكان لعبادة الهوى أبدا، هو يعبد الله عز وجل. طيب، تلازم اليقين مع القلب السليم فتحققت سلامة العقيدة واستقام السلوك، حصل جمال الروح، صار الإنسان المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم.
السؤال كيف يتحقق ذلك؟ الجواب ثلاث أمور: معرفة النفس، ما هي الثقافة اللي بنحتاجها حتى العبادة تنتج يقين، إن واحدنا يعرف هو مين هو شو. ثانيا قلة الأكل، ثالثا كثرة العبادة. ثلاث أمور فينا نوصل من خلالها إلى جمال الروح، إلى القلب السليم. طيب قلة الأكل وكثرة العبادة حكيت عنهم، بدي أحكي هلأ شوية عن معرفة النفس، لأنه هذا يعني اللي راح بينه هلأ عبارة عن عينة وعليها نقيس. خلينا ناخذ الغضب نموذجا حتى نشوف أنه الغضب، نحن نشوف أنه واحدنا بيغضب، هي مشكلة بعتبرها مفصولة عن الأمور التانية. بيغضب، بيؤذي هذا، يستهزئ بهذا، يحقد على هذا، نربط بينها وبين الغضب ولا لا؟ ما بنربط، كل شغلة لحالها وبدنا نعالج كل شغلة. بعدين نحن قررين أن نبقى هكذا، ما في مشكلة، الله غفور رحيم، وبعدين يعني هيك بيلعن الشيطان الواحد، وممكن يتسامح من الشخص الثاني، ممكن ما يتسامح، ما إلى علاقة. التدين الحقيقي مش هيك. التدين الحقيقي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. التدين الحقيقي استعينوا بالصبر والصلاة. التدين الحقيقي نحن أمة أصبر الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. روي عن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنه قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، وهو شهر رمضان، فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة منه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة 70 ليلة فيما سواه من الشهور، وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله عز وجل، ومن أدى فيه فريضة من فرائض الله كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. أوذي نبي مثل ما أوذيت، ونحن شيعة أهل بيته الذين أمر باتباعهم وحبهم وبلغ عن الله عز وجل، وهم أصبر الصابرين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف بدنا نصير متدينين ونحن ما بنعرف جنس الصبر؟ خلصونا يا شيخ. شو طيب، خلينا نشوف عالم جليل من كبار علمائنا اللي هو الشيخ النراقي، كتاب جامع السعادات، كتاب تخصصي مهم جدا وضروري المؤمن بعد ما قطع فترة سنوات على الأقل بحمل هم تزكية النفس يطلع على الكتاب، تحت عنوان أجناس الرذائل وأنواعها يقول: ومنها، يعني من الرذائل، الغضب، وهو حركة نفسانية يوجب حركة الروح من الداخل إلى الخارج،
بده يهجم، بده ينتقم للغلبة، وهو من باب الإفراط. يعني في عندك الذلم تفريط، الغضب من باب الإفراط. وضده الحلم، ضد الغضب شو الحلم؟ انه بيحلم بيعفو. ومنها من الرذائل الانتقام، وهو من نتائج الغضب. مش بدنا نعرف حالنا قبل هيك، بدنا نعرف حالنا، نصير نشرح خصوصياتنا النفسية. لما واحدنا بفكر ينتقم من واحد، هذا الانتقام منين اجا؟ اجا من الغضب. فإذا كان مقرر ما بده يعالج الغضب، مش رح يقدر يخلص من الانتقام، والانتقام قد يوقعه في خطأ. تصور انه واحد قال عنه هيك وانتقم منه، بعدين ثبت انه لا مش هيك. ومنها من الرذائل العنف، وهو ايضا من نتائج الغضب، وضده الرفق. نحن عندنا العنف اذا من مقومات الشخصية القوية، انه مثلا والله ايده والضربة، او مثلا عنيف بالكلام، انه والله لسانه منشار، لسانه بقص، اسم الله عليه. طيب، ومنها سوء الخلق، يعني من رذائل الاخلاق مساوئها سوء الخلق بالمعنى الاخص. شو بالمعنى الاخص؟ سوء الخلق بالمعنى الاخص يعني كيف نتعامل مع بعضنا. هي طريقتنا السائد عنها، كيف الرجال بيتعامل مع زوجته بالبيت، سوء الخلق، النكد، المشاكس، كيف تنام مع بعضهم. الاولاد بصيروا مثل ما عم يشوفوا غيرهم يتعاملوا، هن بصيروا يتعاملوا. هذا سوء الخلق بالمعنى الاخص. بالمعنى الاعم شو؟ انه والله لا، هو من اخلاقه الصبر، من اخلاقه الكرم، انه يعني صفات الشجاعة، الشهامة، مش مسألة التعامل اليومي. التعامل اليومي سوء الخلق بمعنى الأخص. ومنها سوء الخلق، وهو أيضا من نتائج الغضب. فإذا القوة الغضبية بالإنسان هي الشجرة الخبيثة بتفرع عنها الأدب. فإذا واحد كان مقرر أنه بده يقضي عمره وهو هيك، ما حدا يقول له ما تغضب ومدري شو، أو طول بالك، يعني ناوي كل هاي اللي بينتج عن الغضب بده يخليه، ما رح يقدر يتخلص منه. ومنها من الرذائل الحقد، وهو العداوة الكامنة، أي إرادة الشر، وهو أيضا من ثمرات الغضب، بيقول شيخ النراقي. طبعا الإمام الخميني رضوان الله عليه يوصي بقراءة كتب المجلسيين، صاحب البحار وأبو المجلس الأول، والنراقيين، جامع السعادات ومعراج السعادة، كمان اثنين والد وأبوه، والشيخ البهائي، أو لخمس علماء يوصي الإمام الخميني بقراءة كتبهم. ومنها العداوة الظاهرة، أنه اثنين متعادين، وضدها النصيحة، أي إرادة الخير والصلاح ودفع الشر، كمان هذا له علاقة بالغضب. ثم يقول، هون بدي اختم بهذه العبارة، ثم للغضب والحقد لوازم. من لوازم الغضب شو؟ الضرب والفحش، الكلام القاسي، واللعن والطعن. انه لما مثلا هالأم بتلعن ابنها، او هالشخص الله يلعنه، او فلان الله يلعنه، او كذا، غير اللي يجب لعنه شرعا. اللعن خطير إلى حد أنه لا يجوز لأحد أن يلعن إلا من وجب لعنه. معنى القرآن الكريم واضح أنه مين اللي، والقرآن الكريم يتحدث عن مبدأ اللعن، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن أنه بيناتنا بتعاملنا واحد يلعن الثاني، هذا من نتائج الغضب خطيرة، هذا حرام. يطعن عليه بذمه، هذا نتيجة انه غضبان منه. والضرب والفحش، هي الامور كلها ترتب على الغضب. طيب، مشكلتنا ما هي وما هو الحل؟ مشكلتنا عدم معرفة النفس، كثرة الاكل،
اعتبار العبادة لما بنقرأ قرآن أو مستحبات أو هيك بنعتبرها غاية نهائية ليست وسيلة لتحسين أخلاقنا. العبادة بدنا نستعين فيها حتى تتحسن أخلاقنا، بدنا نعبد ربنا حتى يأتينا اليقين، مش أنه نحن صح وبدنا نتعبد حتى نجيب شوية حسنات زيادة، لا، بدنا نتعبد حتى نصلح حالنا بهالعبادة، نصلح أخلاقنا من خلال العبادة، بصير عندنا رصيد من الحسنات بمكننا من إصلاح أخلاقنا. طيب هاي المشكلة، الحل العملي ما هو؟ وباختصار، أولا أن نتعرف على أنفسنا. هلأ بشهر رمضان حل العملي، كيف بدنا نصرف بشهر رمضان الجاي؟ أن نواصل التعرف على أنفسنا. ثانيا أن لا ننقض حكمة الصوم نهارا بكثرة الأكل بالليل. ثالثا اعتبار خطبة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان خارطة عمل بدنا نحملها وظل نقراها على طول وين ما كنا، بدنا نطبق بنودها كلها. فيها أمر بكثرة السجود، بدنا نكثر من السجود. فيها أمر بكثرة الصدقة كذلك. فيها أمر بالصلاة أول الوقت، نشوف التوجيهات النبوية، توجيهات من؟ توجيهات من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف الرحيم عز وجل أعطاه صفتين في جانب من هالآية. طيب كل هذا العمل لا ينفع إطلاقا إلا بتوحيد الله. كيف بنعرف أنه موحدين حقيقيين؟ من خلال ولاية أهل البيت عليهم السلام. كل هذا العمل لا ينفع إلا بالولاية. ولذلك فينا نقول قرن رسول الله صلى الله عليه وآله بين الخطبة عن شهر رمضان، بين الحديث عن شهر رمضان والحديث في آخر هالخطبة عن شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. بآخر الخطبة النبوية يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: فقمت وقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى رسول الله. فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على فرقك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي، وروحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله تبارك وتعالى خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. يا علي، أنت وصي وأبو ولدي وزوج ابنتي وخليفتي على أمتي في حياتي وبعد موتي. أمرك أمري ونهيك نهي. أقسم بالذي بعثني بالنبوة وجعلني خير البرية، إنك لحجة الله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباد. السؤال: كيف نتأكد أننا في خط الولاية؟ كل شهر رمضان وبغير شهر رمضان عطول بدنا نظلنا على علاقة بولي الله الأعظم إمام زماننا، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. شهر رمضان مسبب ليلة القدر 23 وبغيرها، شهر رمضان كله وعلى طول الدهر كله قائما وقاعدا وعلى كل حال: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. نكرر هذا الدعاء سلام الله عليه، نكون على علاقة بإمام زماننا حتى نثبت أننا في خط علي وخط الولاية، الذي الخط الذي أكد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغا عن الله عز وجل. الولاية هي التوحيد،
العلاقة بالإمام صاحب الزمان أرواحنا فداء لأجل التوحيد، لأنه وصي رسول الله، آخر أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين.